أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله आल पाक।
پاکستان مقابلہ حسن کی رات میں بطور شریک تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری انضمام الحق صاحب نماز کا وقت ہو چکا ہے وقفہ برائے نماز تمامی حضرات نماز کی تلاوت فرمائیں نماز کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد پھر دوسری نشست کا آغاز فرمائیں گے اس وقت تک فی امان اللہ والسلام